طلعنا من حدود مسقط، هناك كوفي اسمه كذا. حلو حلو حلو، تفضل. واجواء ومكان، والحين رايحين نشوي. حبك شبكني، حاول وحاول بس ما شبكني. ايه كذا يعني حركة. اهلا وسهلا، اسعد الله مساءكم. ما زالت اجازة العيد الوطني مستمرة، ضروري الطلعات تكون حاضرة خاصة بهذه الاجازة. ليش؟ لانه اربع ايام على الوقت تصير. ثاني شيء الاجواء صارت شتوية ورهيبة، واليوم وجهتنا الجنوب الباطنة بالتحديد ولاية وادي المعاول. ما زلنا الحين في مسقط، يعني مشوار بو 50 دقيقة 45 دقيقة ان شاء الله ونوصل. منتظرين الإشارة، نتسلى نتسلى. طلعنا من حدود مسقط وصرنا في جنوب الباطنة، خطوتين ونوصل إن شاء الله. وهذا الطريق ثاني. اهلا بكم، شو اخباركم؟ الحمد لله. طبعا بما انه وصلنا دارك ضروري نكون معك عشان تدلنا على الاماكن والطرق حليك المختصره السريعه ان شاء التي الله بكون لكم مرشد سياحي. الله مرشد الله سياحي. نحن الحين في طريقنا العين ثواره، هناك كوفي اسمه كذا، رهيب الفيو والموقع شيء خرافي، كل ما وصلنا لازم اروح. ارتاح لا صراحة الجو خرافي. ايش يا ماطي؟ في رياضة وصلنا لوجهتنا، شوفوا هذا هو. رهيب رهيب، في جلسات خارجية مثل ما انتم شايفين، وداخل هناك العين عين الثوارة. مكان بسيط وجميل في نفس الوقت، وجمال تقريبا في بساطته. تعرف انت البساطة دائما نضيف للشيء جمال بعيدا عن التكلف. طبعا هناك مسار ماي العين يروح في الخط كامل. زين الكمام كذا كافي ثالث مجانا. الله، نحن على الثلاثة يعني نشتري اثنين وواحد فري. كيف؟ حسين شو بغيت؟ اها للعيد الوطني، ونحن ثلاثة يعني واحد منا فري. حسن عندنا حسن. يا حسن ايش بطلب؟ عفوا يا سيف. المشكلة الأزلية. تعال تعال تعال، هذا موجود، هذا المشكلة الأزلية. من اللي يدفع؟ بص يا ولد أنا كبير. خلي إذا كبير. هذا واي فاي. سوري. صور بطاقة المندفع. بقى أعطيني البطاقة. أوكي هاي كليرت. حس إن يكون في الطلعة مستحيل حد يدفع. أتوقع يعني له صلة بحاتم الطاي كذا، يعني صلة علاقة الكرم. مش هذي طاقة كذا. أوه مسويين حركات بعد. ضغط على البطاقة. أيوة حلو حلو حلو، تفضل. هذه الجلسة تسوي كثير. مر مر. الجو والمكان والروح خرافي. ايوه
هذه قهوتنا صارت جاهزة. شوف 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 الله الله يا سلام يا سلام يا سلام. هذا الآيس مكانه وهذا الهبس وهذه التركش مالتي. هذه اللي تيم عشت ليها الغالي والله اللي حبيت نقوله. ايوه قربنا. شوف احسن انتهت جولتنا في الكوفي والحين رايحين نشوي باربيكيو. ايش رايكم ستايلي قذافي ستايل؟ شكرا باي روني سي يو. صورنا السماء بصوركم. اعطينا صور ايش بغى نصر؟ لا يكبر الحين منزل تقني للسيارة. هيه بدأت على صورك. خبرهم الحين احنا وين رايحين؟ والله الحالية متوجهين الى المنزل نعمل شاوية. الله لضيوفنا من سلطنة من ظفار محافظة ظفار. سلطنة عمان محافظة ظفار. يا سلام لول مال لول حبك شبكني. هاي نخص حاول وحاول بس ما شبكني حاول وحاول بس ما شبكني. هاجب المعلاية افكورس افكورس وزين هلا والله. ممكن عندك اشوف هناك عشان نشوف القتش بكل الالوان والزوايا والاطراف. ممكن نشوف الذبانه بعد فيها مايكروفون. فيها ثلاثه وحياتك شغلك نافوره صباح حزن والله. هذا على بالي بس هذا كتب زينه. لا لا على بالك. واو حبيت حسن حسن استعمل. هذا بيت بدر، بيت الرخاء والاستقرار وال كل شيء زين. والله يعطيك خير ويكفيك شره. بنعطيكم نظره كذا خارجيه من برا ما تشوفوا من داخل بس من برا. ما شاء الله تبارك الرحمن. تنسيق وذوق وفن. يا حسن عادي صورك في الكاميرا؟ لا لا دك. مشكله حسن ما يحب يتصور. هذا لا عادي. نصر ممكن تفتح شوي عشان نشوفه. صدق واقف حلو. ها افتح لهم على الكاميرا حراره. واو ايش بنشوف اليوم خبرهم. بدر مو جايب بدر؟ ها مو جايب كوكو لحوم لحوم. واو جايب كوكو. لا لحوم فرح. ممتاز 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 ممتاز. حتى لو والله بعدني لان في اغراض ما نقلتها من البيت. لكن ذويق بدر والله. 30 نزول ذوق ذوق صراحه. يعني تبارك الرحمن يعني اذهلتني. تفاصيل بسيطه يعني ادق تفاصيل مركز. انا مكيف صح؟ شوف شوف حسن هنا خشب صح؟ شوف انا محط خشب هذا. يعني تفاصيل تبارك الله على البال. اوه اهم شيء اهم شيء البيبسي دايت. ايوه من القرد هنا حمرة ثانية؟ واو تبارك الرحمن. واو سلام. واو ما معك ارجوك واو تبارك الرحمن. طبعا نحن هناك ما نكون اليوم. سلامات برا. سلامات. انت بلو لحمص وش ذا؟ ميكس ما اعرف بس حلو مع خبز ومع نصر. الله هذا التايمر ولا يخبرك بالحراره؟ حراره. اوكي سلام. عادي برد خرجت مرتي انا صاير حساس. لا حساس لا حساس.
هو ده خليك ثابت بس هيك باللحم وايش والله فينكو عشان صورك انت بتاكل واو وهذا الريش صراحه الرواح تطبيق ما قام تطبيق ذكريه لعوزنا ممكن واحده ثانيه ممكن كل 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 تكتوني ها زاني بحسسني انه اخر يوم في حياته من انا هو ثق كل شيء هذا اسمه ايش ريش ريش متبل هذا هو بعدك انا هذا اسمه زكريا واو هذا اسمه زكريا اكيد الحين وقت الشاي طبعا هذا اول استخدام للبريق على ايدي خلصنا النهايه اقول لك وين المايك المويه اهلك اللي في الكرتون لا حتى والله حتى ايش والله فاكرين هذا ما يدك لا جرب ها جرب هذا ايش العطر هاي بس هذا قريه يا والله ما يعطوك بترش منه حتى تقل عبينا المية عبينا المية وكيف اشتغلنا هذه السنة انت بشكل الأفراد ما يصير عندنا اشتغل عشان بس اخبركم عن الفكرة لا تحطوا اخر شيء عشان ما يكون مر ايوه برافو عليك ونضيف القليل من الزعفران الله تعصور من قريب من قريب من قريب من قريب خلاص صار جاهز الحين نحط ايش الشاي نحط ايش شاي الله قرب 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 هذه مهمة ضرورية ما نكثر ما نكثر ما نكثر قليل القليل القليل ونسكر النار سيدة ليش عشان ما يكون مر لأنه لما يطبخ شاي كثير يصير طعمه كذا مرارة معقولة فورة فورتين ونسكر عليه واحد اثنين ثلاث أربعة خمس نسكر ونخليه الحين في مرحلة الخضر يخضر تعرف خضر الشاي خضر كذا يعني حلو بس ودمتم سالمين وشكرا لكم ونلتقي في فيديوهات أخرى أيوة برافو 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 وي فل الله 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 انا مسويته ايه صح ما شافوا الناس انت طلعتنا ورحلتنا والله استمتعنا كثير الله يسعد الشباب اللي التقينا فيهم اصحابنا الغاليين اليوم والحين انا وحسن في طريقنا مع ابراهيم عفوا سوي حبتين عشان الناس يشوفوا مع قصدي بدر شيخ بدر اللي كانت اليوم طلع برعايته وبيودنا الحين لسيارتنا أمير الرحلة والانطلاقة للمسقط أمير الرحلة أكيد إبراهيم الر... على إبراهيم والله ما أعرف معنا اليوم مو معانا إبراهيم الله يحفظه وبس استمتعنا وحسن يلبس الأمان الحزام وهذا أنا طبعا السباعية هي الجاكيت هي الدفء يعني نحن عندنا السباعية نفس الجاكيت من القطع الأساسية في فصل الشتاء خاصة عند الناس الكبار في السن وأنا دائما يعني كلاسيك تلبسوا على الدشداشة تلبسوا على أي كان أي لبس مع السلامة بيت بدر شكرا العفو والله استمتعنا استأنسنا الطلعة ممتعة اللمة حلوة أتمنى زيارتكم دائما وإن شاء الله وانت نشوفك في مسقط كالعادة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يلا نلتقي على خير وتصبح على خير حلوة